صباحكم مبروك متابعينا ومشاهدينا الكرام من خلال هذا البث المباشر هنا بالطريق الوطني رقم 8 الرابطه ما بين فاس وتيسا. اكيد الناس اللي كيستعملوا الطريق الان طريق السلامه للجميع ومزيد من الحيطه والحذر. واحد يمشي غير بالمهل والله يوصل الجميع يعني على خير وبخير ان شاء الله. إذا هذه الأجواء ديال السفر في الطريق بطبيعة الحال الوطني رقم 8 الرابطة ما بين فاس وإقليم تاونات، يعني ملي كنقولوا إقليم تاونات كنقولوا إقليم تاونات كنجبدوا دائرة سيسا وكاينة دائرة القرية. هاد الطريق كتمر عبر دائرة سيسا. نحن معكم في البث المباشر متابعينا ومشاهدينا الكرام في الطريق الرابطة ما بين فاس وتيسا بطبيعة الحال يعني مدينة فاس وإقليم تاونات. هذه الأجواء من أين تتابعون قناة شوف تيفي، من أين تتابعون هذا البث المباشر؟ نحاول نقرأ التعليقات ديالكم. ربما ضعف الشبكة في الطريق سيمون سيف مال جمهور الماس البارح خرجوا من التيران. خويا كان احتجاج على مجموعة من القرارات كيف ما قلنا من بين هذا السير الأحادي، راك شفتي بأن راه رفعوا تيفو ديال السير الأحادي ومن بعد انصرف. كاين شويه ديال البرد، الواحد يلبس حوايجو مزيان. نتمنى ان الصوره تكون واصله مزيان. واصله الصوره مزيان؟ خلوا لي تعليقات. الطريق صراحة كانت مطالب بتثنية الطريق الوطنية رقم 8 واللي طلق فيها الأشغال من جهة من تاونات الولاد داود، معلومات تشير أن الأشغال طلقت فيها ديال التثنية في انتظار باقي يعني الشطر الثاني اللي ممكن لأنه يتنفذ باقي السنة في السنوات المقبلة. قلت تثنية الطريق الوطنية رقم 8 اللي غادي فيها الآن كان مطلب مريح للساكنة ديال اقليم تاونات اللي حسب التعبير ديالهم بطبيعة الحال غيتساهم بشكل كبير فك العزلة على الاقليم ديال تاونات وخلق حركية ودينامية بالنسبة لكل القطاعات. فنتمنى لان هذا الشطر كذلك من فاس لولاد داود والعين عيشة كذلك يتم التثنية ديالها، وان شاء الله باذن الله تولي من احسن الطرق اللي كاينة في المغرب ان شاء الله. عطيتوني التعليق واش وصل. الله يحفظك سي محمد، شكرا. نوار الاصول ديالي راه تاونات هي الاصول. طريق السلامة الصورة مزيان، شكرا سي محمد. بارطاجي بارطاجي سي محمد يطلع هذا اللايف، طلعوا هذا اللايف اخوتي. غنقربوكم من الطبيعة، غنخليو هذا اللايف مطلوق إن شاء الله، غير بارطاجيو ليها وسعني طاق.
الطريق السلامة. شكرا خويا السي محمد. اخت لبنى شكرا. الاخت لبنى نتمنى غير الصورة تكون واضحة ووصلكم مزيان وتبارطاجيو وتفاعلوا مع اللايف، غنخليوه مطلق حتى لتيسا ان شاء الله، ولكن الا قلل التفاعل وما بقيتوش كتفاعلوا فغادي نضطر على انني نكون مضطر باش نقطع اللايف. نتمنى لان يكون تفاعل وبارطاج وخليو التعليقات ديالكم اكيد، ما تبخلوش بلي جيم ايضا بلي كوغ، فهما اللي كيطلعوا اللايفات. حنا كنحاولوا نقربكم من اجواء السفر عبر الطريق الوطني رقم 8. قلت متابعينا ومشاهدينا الكرام واللي كانت مطالب بالتثنيه ديالها، ونطلق اشغال التثنيه من ديال الشطر الاول من تونات الاولاد داود العين عيشه عفوا. شكرا سي محمد على التفاعل ديالك، شكرا خويا. الصورة مزيانة. كيطلعوليش التعليقات ديالكم ولي جيم ولي كوغ، ما كيطلعوليش، ما عرفش يعني التفاعل. ملي كيكون التفاعل كيخلينا لانني نعرف بان اللايف غادي مزيان. ملي كيكون التفاعل ف كيبان لي بحال مبلونطي اللايف. عطيوني تعليقات واش وصلكم الصوره والصوت مزيان. وصلنا الآن لجامعة عين قنصرة. إذن هذه الجامعة ديال عين قنصرة، أكيد السونتر ديال الجامعة هي جامعة اللي فيها داخلين تابعين لها مجموعة من الدواوير. كتشوفوا عين قنصرة كيفاش دايرة كيفاش ولات.
سي الحسن، مرحبا سي الحسن، شكرا جزيلا. طريق السلامة، الله يحفظك سي الحسن. من أين مكان، أي منطقة تتابعون قناة شوف تيفي؟ من أين تتابعون قناة شوف تيفي في البث المباشر؟ شوفوا الخضورية ديال، صراحة الطبيعة تزينات بحلتها الخضراء. في انتظار إن شاء الله تساقطات الخير، يعني الأرصاد الجوية تشير إلى إمكانية واحتمال سقوط أمطار الخير خلال هذا الأسبوع إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون أمطار اللي تعود بالخير على المنطقة. نتمنى لأنكم كذلك تبارطاجيو هذا البث المباشر. سي الحسن من قلعة مكونة، تبارك الله عليك سي الحسن، تحية لكل ساكنة قلعة مكونة. صباح الخير سي جلال، تبارك الله عليك. ها سي جلال جا هو اللي غيبارطاجي في الجروب بس باش يطلع شوية هذا اللايف. تحياتي سي جلال، بارطاجي في داك الصفحة ديال سيدي العابد. تحية ليك وتحية لكل ساكنة قرية با محمد. طريق السلامة سي جمال، تبارك الله عليك، شكرا سي جمال، الله يحفظك. مرجو من الزملاء والأصدقاء يبارطاجيو هذا البث المباشر باش ما نطرش لأنني نقطعو. سي جمال بارطاجي.